السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الأستاذ ضعفان حمزة، أستاذ الاجتماعيات. كذلك نواصل حصصنا ونشاطات التطبيقية لمادة التربية المدنية للمستوى الأول المتوسط. طيب، كذلك نواصل في سلسلة الوضعيات الإدماجية حتى يشمل على التلميذ القيام وحل الوضعيات التي يجد فيها صعوبات كثيرة. طيب، الآن عندنا المقطع الثالث كالعادة، حياة التربية المدنية ومؤسسات الجمهورية. عندنا الحصة الخامسة في الوضعية الإدماجية. طيب، نبدأ بالسياق ثم السندات ثم التعليمة كما جرت العادة خطوة بخطوة. طبيعة الحال أنتم قد هيئتم أمامكم الكتاب المدرسي حتى يساعدنا في كتابة في قراءة ماذا؟ السندات. نبدأ بالسياق. سمعت مع أفراد أسرتك خطابا لرئيس الجمهورية، مفاده أن الشعب مصدر سلطات الدولة الجزائرية، أن الشعب ماذا؟ مصدر سلطات الدولة الجزائرية. دائما قلنا نسطر على الكلمات المفتاحية اللي هي الشعب مصدر لسلطات ماذا؟ الدولة الجزائرية، الشعب مصدر سلطات الدولة الجزائرية. فلم يفهموا الموضوع، ها؟ أفراد الأسرة لم يفهموا ماذا؟ الموضوع، فطلبوا منك أن نشرح لهم الموضوع أكثر. فطلبوا أن تشرح لهم الموضوع أكثر. طبيعة الحال قلنا السياق هو موضوع النقاش، قد تفهم موضوع النقاش من خلال السياق مباشرة. وقد يكون لك لبس أو إبهام بالنسبة للسياق. هذا الإبهام وهذا اللبس يختفي من خلال السندات التي تشاهدها في فهم الموضوع ماذا أكثر. الآن نذهب إلى الخطوة الثانية وهي ماذا السندات. السندات نمشي بالسندات ونأخذ مسودة لكتابة مفهوم كل سند. مفهوم ماذا كل سند، وأن نكتب السند حرفيا. لأنه بعض الأحيان خاصة التربية المدنية السندات تعتمد على النصوص القانونية، وإذا كتبنا النصوص القانونية حرفيا فأين هو مدرجها أنت كتلميذ؟ فلا تجد مدرجها، حينما تجد نفسك تعيد كتابة السندات حرفيا. وهذا بالنسبة لشروط كتابة فقرة لا يتمشى، وإنما نأخذ فقط مفهوم السند، مفهوم السند. طيب، نمشي خطوة بخطوة، نبدأ بالسند الأول وثيقة واحد واثنين صفحة 109. نذهب إلى صفحة 109 ونقرأ ماذا؟ السندات. طيب، عندنا وثيقة رقم واحد صفحة 109 نقرأ المادة 7 من الدستور. الشعب مصدر كل سلطة، السيادة الوطنية ملك للشعب وحده. للوصول إلى تنسيق ذلك المبدأ الدستوري جاءت الانتخابات لبناء مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية. إذا نستنتج من هذا السند أنه يمكن للشعب أن يمارس سيادته أو يمارس السلطة من خلال الانتخابات أو ممثلين عن طريق الانتخابات. إذا بالنسبة للوثيقة الأولى ها نكتب أن الانتخابات أو من خلال الانتخابات المختلفة يمكن للشعب ممارسة الحكم. حسب المادة السابعة من الدستور، حسب المادة السابعة من الدستور. نأتي إلى الوثيقة الثانية. تسعى الدولة على الحفاظ على هوية المواطنين المقيمين في الخارج، وتعزيز روابطهم مع الأمة، وتعبئتهم ومساهمتهم في تنمية بلدهم مصر. الفقرة 2 من المادة 29. كذلك الفقرة 2 من المادة التاسعة. ماذا تقول؟ يختار الشعب بنفسه مؤسسات غايتها ما يأتي. المحافظة على الهوية الوطنية ودعمها. المحافظة على الهوية والوحدة الوطنيتين ودعمهم. إذا يختار الشعب بنفسه مؤسسات. إذا الشعب يحكم أو يمارس الحكم من خلال مختلف
إذا يستطيع الشعب يشارك الشعب في تسيير البلاد من خلال السلطة التشريعية عن طريق ماذا؟ انتخاب ممثلي الشعب، ممثلي ماذا؟ الشعب. هذا بالنسبة لي السند أو الوثيقة الثانية تسعة مليون. كذلك الوثيقة الرابعة عندنا هيكلة الوزارة أو هيكلة الوزارات الموجودة في البلاد مختلف الوزارات. ممثليه المنتخبين على مستوى المجلس الشعبي الوطني.
أو الرئيس الذي يمثله على ولاء هيئة عليا في الدولة اللي هي رئاسة الجمهورية، والذي ينظر فيه أو ينظر إليه على أساسه الذي يحقق مطالبه المستقبلية، أو الذي ينظر فيه هو الذي يمثله أحسن تمثيل. إذن هذه المجالس المنتخبة هي الهيئات التي يمارس الشعب سلطته من خلالها. عندنا المجلس الشعبي البلدي، المجلس الشعبي الولائي، المجلس الشعبي الوطني، وهذه الانتخابات الرئاسية. كل مجلس عنده مجموعة من المهام يقوم بها لصالح الشعب، والشعب هو الذي يقرر فيها، والشعب هو الذي يقرر فيها. هذا مصداقا إلى الكلمة التي قالها رئيس الجمهورية، وهو أن الشعب أصبح سلطات الدولة الجزائرية من خلال ماذا؟ هذه الهيئات ماذا؟ المنتخبة. هذا بالنسبة لي ماذا؟ السندات. عندنا السند الأخير وثيقة 5 صفحات. يجب على كل مواطن أن يحمي ويصون استقلال البلاد وسيادتها وسلامة ترابها الوطني ووحدة شعبها وجميع رموز الدولة. إذا يمكن للشعب أن يمارس سلطته من خلال هذه المجالس المنتخبة. طيب، الآن نرجع إلى التعليم. التعليم ماذا نقول؟ اعتمادا على معلوماتك السابقة وعلى السندات، اكتب فقرة لا تتجاوز 12 صفحة تشرح من خلالها الموضوع آخر لأفراد أسرتك. طيب، هذا كله في ماذا؟ في ورقة مسودة. الآن عندما أجمع مجموعة من المعلومات أذهب إلى ورقة مبيضة لكتابة الفقرة النهائية. طبيعة نبدأ بتعريف الموضوع النقاش اللي هو سلطات الدولة الجزائرية. سلطات ماذا؟ الدولة الجزائرية. نبدأ بالسلطة هي هيئة منتخبة أو معينة تمارس الحكم. هذا كذلك تعريف بسيط ومختصر بالنسبة للسلطة. نأتي كذلك ندخل مباشرة إلى الموضوع، ويمارس الشعب السلطة أو السيادة على بلاده من خلال المجالس المنتخبة والمتمثلة في المجلس الشعبي البلدي على المستوى المحلي والمجلس الشعبي الوطني أو الولائي عفوا، والمجلس الشعبي الوطني. هذه كلها كل له دوره ومهامه في سير البلاد على المستوى المحلي والوطني حسب اختصاصات ومهام كل هيئة، كل ماذا؟ هيئة. بالإضافة إلى انتخاب رئيس الجمهورية الذي يعد الممثل الأول والأعلى للشعب الجزائري، الشعب الجزائري على المستوى الوطني أو الدول أو ماذا؟ الدول. ونكون هكذا قد أنهينا كتابة ماذا؟ الفقرة. طبيعة الحال دائما نتقيد بشروط ولا كتابة فقرة. وفي الآخر أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، وأتمنى أنكم استفدتم من هذه الحصة وإلى الحصة القادمة إن شاء الله. شكرا على المشاهدة.
لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.